اللي هو حامل الفيروس ومانستالي لابليكاسيون. انا دكتور استاذ جميل. لا لا سول ابليكاسيون اللي عندنا هي ابليكاسيون ريزارت بتاع فرنسا عرفنا بان. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور شاكيري مدير الجهويه الصحه المستوى جهه مراكش. في بدايه نشكركم، تنجدد الشكر للاعلام على المواكبه اليوميه وباستمرار من اجل تتبع الحاله الوبائيه على مستوى جهه مراكش اسفي، وكذلك من اجل تحسيس المواطن حول هذا الوباء وهذه الجائحه ديال كوفيد. كيف كتعرفوا الحاله الوبائيه على مستوى جهه مراكش اسفي، بان اول حاجه اللي يمكننا نقولوا بان سجلنا 1445 حاله ايجابيه، اللي فيها 29186 حاله مستبعده، و 1276 حاله شفاء، اللي هي كتقدر تقريبا ب 87.9%، زائد 52 حالة وفاة اللي كنتمنى لهم كنقول لهم الله يرحمهم، اللي هما وفاة اللي تسجلت على مستوى الجهة ديال مراكش أسفي. نقطة أخرى واللي هي نقطة إيجابية، اللي الحمد لله جميع الأقاليم ديال الجهة هما فيهم صفر حالة، ما عدا الإقليم ديال مراكش اللي مازال فيه عدد ديال الناس اللي هما قيد العلاج واللي هما دابا في على مستوى المستشفيات هو 123 حالة اللي هي في قيد العلاج. بالنسبة كذلك الحالة الوبائية، كيف قلت بأن كنا الحمد لله غنسجلوا في الأيام، يعني كان واحد التغيير في الحالة الوبائية، حيث لاحظنا واحد الارتفاع ديال العدد ديال الحالات الإيجابية، وهذا ناتج لظهور بعض البؤر على في بعض الأحياء اللي هي خلاتنا نعاودوا نسجلوا حالات إيجابية. ولكن هادشي مثل الحمد لله بأن لجنة اليقظة واللجنة ديال التدخل السريع والمواكبة ديال العمل مع السلطات الأمنية ومع السلطات المحلية اللي تحت إشراف ديال السيد الوالي غتمكننا، وكذلك من المساعدة ديال المواطنين ديال الجمعيات ديال الإعلام، وكذلك اللي غتمكننا باش نخرجوا من هذه الحالة الوبائية وباش نخرجوا بلادنا من هذه الحالة ديال يعني هذه الجائحة ديال كوفيد. دونك هذا بالنسبة ل بالنسبة للاستراتيجية، هو العمل كيف قلت العمل اليومي ديال لجنة اليقظة وديال فريق التدخل السريع، هو أن كيكون تدخل ميداني، يعني كيكون واحد المواكبة ميدانية. اون فوا كيكون عندنا حالة إيجابية كنحاولوا مع لجنة اليقظة ومع فريق التدخل السريع ومع السلطات المحلية كنحاولوا نخرجوا ونحصروا عدد المخالطين، لأن الأهم حاجة هو تكون الحصر جدي وحاجة مدقق ديال عدد المخالطين، وهذا كنلقاو فيه شويه ديال الصعوبه، لان هذاك اللي هو كيتصاب بحاله اصابه ما كيبغيش يعطينا مجموعه ديال عدد المخالطين، واللي على اساسه انطلقت واحد لابليكاسيون اللي فيها باش يمكن هذاك الشخص يصرح عن طريق لابليكاسيون بانه كنت مخالط ديال واحد الشخص اللي هو تصاب بكوفيد 19. ولكن الحمد لله، يعني كنتمنى من الساكنة كذلك تعاون معنا حنا باش يمكننا الا بغينا نخرجوا من هذه الجائحة راه خص التكافل ديال المجهودات ديال جميع المتدخلين. من الساكنة ضرورية، لان هي ملي كتكون مخالطة ديال واحد الشخص اللي سمعتي بانه تصاب بكوفيد خصها تصرح به، تصرح براسها. راه هو دابا ما بقاش كوفيد كيخوفنا ولا هذا، لان الحمد لله الا شفتوا نسبه الشفاء راه العدد ديال المخالطين كلهم مخالطين اللي ما كتظهرش عليهم العلامات، يعني كيبقاو اسيمبتوماتيك، وهذا كيخلي واحد الجانب اللي هو سلبي واحد الجانب ايجابي. جانب سلبي لانه ما كيبقاش عارف راسو الا ما ديكلاغاش راسو، ولا ما كانش تدقيق من لجنه اليقظه ومن فريق التدخل السريع ولا الا كان سيمبتوماتيك راه حنا كيخضع للعلاج وكيخضع للتحليلات وكيخضع للمواكبه اليوميه. دونك هذا العدد المخالطين ولا هذا، الحمد لله يعني من بين الاهميه ديال استراتيجيه وزاره الصحه هو هذا لو بروتوكول اللي وضعه وزاره الصحه من اجل حصر
عدد المخالطين من اجل التتبع اليومي ديالهم، وكذلك من اجل التتبع. ملي كنقول تتبع راه كيكون واحد المراقبه طبيه من عند فريق التدخل السريع اللي كتكون تتبع على مستوى المساكن ديالهم، يعني في البيوت ديالهم. لاكشن اخرى اللي حتى هي جد مهمه، واللي تنشكر كذلك الناس اللي كيقوموا بها واللي كيشرف عليها شخصيا سيد الوالي، هو لا ديزانفيكسيون، حيت كتعرفوا كيفيه التنقل ديال هذا لو فيروس. يعني ملي كنقوموا بحصر المخالطين كنقوموا كذلك بلا ديزانفيكسيون، يعني التعقيم ديال المحلات ديالهم وديال البيوت ديالهم وديال الشوارع ديالهم، وكذلك كنقوموا بهذا ديال الحجر الصحي، يعني المواكبه اليوميه ديال هذاك الشخص اللي هو مخالط باش ما يخرجش، باش ما يصيب ليناش اشخاص اخرين وما كيتسببش بظهور بؤر اخرى. يعني استراتيجيه ولا العمل، واخا بارفوا بعض الناس اللي ما كيعجبهمش الحال ملي كنبقاو ندقوا في بعض النقاط، ولكن حنا راه حنا بغينا غير الصالح العام ديال هاد الساكنه وصالح العام ديال بلادنا باش يمكن نخرجوا من هاد الجائحه ديال كوفيد. بعد السباق الوقائيه خصوصا في جهه مراكش كاين بعد الدكتور الجامعي ابو الكلام دفع المندوبيه الصحه في جهتكم كوزاره الصحه دفع طلب انه يعني وقائتنا كاينين ناس مخوفين انه يكون يعني تدخل في اطار النظام المعلوماتي، بينما هو يعني النظام اللي دار الجديد التطبيق اللي دار الجديد انه كيسمح المواطن انه يحمل التباك بدون ما يكشف على الهويه ديالو. ملي كنقول لابليكاسيون ديال وقايتي على اساس بان هذاك الشخص اللي كان هو مخالط لهذاك الشخص بوزيتيف كيمكن له يدخل لابليكاسيون، يل فا انغوجيستري راسو في لابليكاسيون. كتخرج عندنا حنا وكنعرفوا بان هذاك الشخص راه ايفيكتيفمون كان مخالط ديال شخص مصاب. ولي بيان سور كاين حاجه اللي هي مهمه ولي هذا كاينه لا كونفيدونسياليتي ديال لي دوني، يعني ماشي يعني واحد اللي سي كونفيدونسيال، يعني اون فوا كتجينا حنا كنديروا كنعطيوها للجنه اليقظه، ولجنه اليقظه اللي كتقوم بالاتصال مباشر بهذاك المخالط من اجل المواكبه ديالو، ومن اجل كذلك التتبع اليومي ديالو، ومن اجل الى ظهرت عليه شي علامات كذلك التوجيه ديالو للمستشفيات. لا كيف قلت بان الحاله الوبائيه على مستوى جهه مراكش ما بقات غير الاقليم ديال مراكش هو اللي بقى كيسجل حال يعني حالات الاستشفاء. اقليم اسفي صفر حاله، يعني دوك الثلاثه اللي كانوا كيواكبوا كيتعالجوا على مستوى اسفي تشافوا.